هو مصدر، زيديني أكثر لكي بالنور أظهر، ودمت خير غارس يا أجمل المدارس، ودمت خير غارس أزهو 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 يعلو جناحي إذا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله، نبدأ موديول جديد اللي هو لا بيولوجي سيلولير. اول حاجه غنشوفوا لو تيرم ديال لا سيلول، شنو هو لو رول دو لا سيلول، شنو كدير لينا، شنو الفوائد ديالها في جسم الانسان. دونك اون ديفيني لا سيلول كوم اون يونيتي دو باز ميتابوليك اي فونكسيونيل، عندها خصائص ديالها. إل بورت توت لي كاركتيرستيك دو لورغانيزم، وكتكون دائما انتوري بار اون ممبران، و بيان سور كابابل دو ريبرودوير. هاد التعريف هو جد بسيط تحفظوه وسهل. لا سيلول اي لونيتي ستركتورال. اذا قلنا بان لا سيلول اي لونيتي ستركتورال هي وحده بنيويه، لونيتي فونكسيونيل هي وحده عمليه، اي لونيتي ريبرودكتريس يعني قادره على التكاثر. تعريف اخر يمكن لنا نسقطو على لا سيلول هي يونيتي دو باز. وهنا غنعطي مثال في يونيتي دو باز في شكل اخر، هي لي زاسيد اميني. حتى هما سو سون دي يونيتي دو باز ديال لا بروتيين، بحيث ان سلسله من اون شين ديال لي زاسيد اميني كيعطينا بيبتيد. بيبتيد هي واحد لا فراغمون صغيوره ديال بروتيين. اذا في هذه الحاله تا اسيد اميني كتسمى يونيتي دو باز ديال لا بروتيين. اذا هاد التعريف راه جمع لينا بزاف المفاهيم اللي كتجمعها لا سيلول. tous les êtres vivants sont faits de cellules. tous les êtres vivants sont faits de cellules يعني جميع الكائنات الحيه هم مكونين من خلايا. toute cellule provient d'une autre cellule، المعنى ديالها اي خليه راهي جايه من خليه اخرى. هاد المبدا سميتو مبدا التكاثر الخلوي، اللي هو لو برينسيپ دو لا ديفيزيون سيلولير، الانقسام الخلوي. غنشوفو دابا لي ديفيرون تيب دو لا سيلول، الخلايا فيها انواع. نبداو الفقره الثانيه هي لي تيب دو سيلول. Il existe donc deux types fondamentaux. On a les prokaryotes et on a les eukaryotes. On va voir la différence de chaque un et on va détailler et on va vous résumer pour que vous puissiez vous différencier entre eux. On a les prokaryotes, elles n'ont pas de noyaux, alors qu'on a les eukaryotes, elles ont des noyaux, qui sont les noyaux. لي بروكاريوت عندهم لا دي ان ليبر في لو سيتوبلازم، في حين انه ما كاينش لو نوايو اللي كي انغلوب، حيت لو نوايو هو اللي كيجمع اللي كي فين كيخزن لينا لا دي ان. لي بروكاريوت ما عندهاش لو نوايو، دونك لا دي ان عندها ليبر، عندها حره في لو سيتوبلازم. لو سيتوبلازم هذه هي الخليه، هذه هي لا سيلول. هذاك لو ميليو لي ديسبيرسي في لا سيلول سميتو لو سيتوبلازم. هاد لو سيتوبلازم فيه هنايا كتعوم لا دي ان. بالنسبه لي زوكاريوت لا، لا دي ان كاينه كوندونسي يعني مكلكمه في لو نوايو، اي لي ستوكي دون لو نوايو فيها لا دي ان. بالنسبه اندوزو دابا لو سيتوبلازم ديال لي بروكاريوت. بالنسبه لا ستركتور بروكاريوت عندها ان سيتوبلازم غرانولير يعني حبيبي محبب، في حبيبات. هاد الحبيبات منين جاوا؟ دو في ديال لي ريبوزوم. لي ريبوزوم كاينين في لي سيتوبلازم، عطانا واحد لا ستركتور غرانولير حبيبيه. باغ كونطخ لي زوكاريوت ما عندهاش ان سيتوبلازم غرانولير بحال لي بروكاريوت. علاش؟ puisque ان لا ماجوريتي ديال لي ريبوزوم ملاصقين يعني غاتاشي بار
سكون نابيل لو ريتيكولوم اندوبلازميك. هذا واحد العضي عنده دور مهم في الخليه، غنشوفوه فيما بعد. مهم كيكونوا لاصقين فيه لي ريبوزوم. وبالنسبه لي بروكاريوت راه ما فيهمش لي ريتيكولوم اندوبلازميك. و ريتيكولوم اندوبلازميك فيها انواع، كاين ليس وريغو، هذا ما فيهاش كاع ريتيكولوم اندوبلازميك، وهذا يحتوي على ريتيكولوم اندوبلازميك. دونك بور ريكابيتولي، on a dit que les prokaryotes est dépourvu de noyau. هذا les eukaryotes عنده le noyau. حاجه اخرى le nucléole اللي هو النويه، بروكاريوت ما عندهاش النويه. بيان سور بما انه ما كاينش لو نوايو راه ما غتكونش النويه، حيت النويه كتكون وسط النوايو. لي زوكاريوت عندها النوكليول. لا مومبران نوكليير اللي هي واحد الجدار نووي، جدار نووي كاين في لي زوكاريوت وما كاينش في لي بروكاريوت. لا ميتوكوندري عضي كيكون في الخليه توا مهم في التنفس الخلوي الى غير ذلك، ما كاينش في البروكاريوت وكاين في لي ليزوزوم. ما كاينش بروكاريوت وكاينين في ليزوكاريوت. اباراي دو جولجي ما كاينش بروكاريوت وكاينين في ليزوكاريوت. ريتيكولوم اندوبلازميك بالنوعين بجوج ليس اريغو ما كاينينش بروكاريوت وكاينين في اوكاريوت. لي ريبوزوم كاينين فيهم بجوج، راه قلنا هنا ديجا لو سيتوبلازم اي غرانولير لو بار لو في ديال لي ريبوزوم. اذا لي ريبوزوم كاينين في لي بروكاريوت وكاينين في لي زوكاريوت. وبالنسبه لا باروا، لا باروا فيها واحد العنصر اساسي اللي سميتو بيبتيدوغليكان. ما كاينش عند البروكاريوت. بروكاريوت تقدروا يكونوا دي سيلول فيهم الباروا، و كاينين في لي زوكاريوت. هادشي كامل اللي قلت لكم هما عضيات كيكونوا في الخليه وسط الخليه. عندي لكم دابا جدول مختصر لهاد الاشياء اللي كاينه وما كايناش في هاد الانواع ديال لا ستركتور ديال لا سيلول. دونك قلنا لو نوايو ما كاينش في البروكاريوت يعني ابسونس، نكتبو غير ا، وكاين في اوكاريوت يعني بريزونس بي. نيكليول حتى هو ابسون في بروكاريوت وموجود حاضر لينا في لي زوكاريوت. لا مومبران نيكليير راه ماشي لا مومبران بلازميك، حيت لا مومبران بلازميك هي الجدار اللي كي اونتوري لينا لا سيلول. هاد النيكليير اللي كي اونتوري لينا النواة. دونك هو راه ما كاينش بيان سور في حيت ما عندناش اصلا النواه، ما كاينش بروكاريوت وكاين في لي زوكاريوت. ميتوكوندري ما كاينش ابسون في البروكاريوت او بريزون في لي زوكاريوت. بالنسبه لاباراي دو غولجي حتى هي ابسون هنا بريزون في لي ريتيكولوم اندوبلازميك. ريتيكولوم اندوبلازميك ابسون absent prokaryote ou présent absent prokaryote ou présent on a les ribosomes présent prokaryote ou présent physocaryote. Donc ensemble des cellules مجموعه من الخلايا ensemble de cellules qui atteint un tissu. نسيج مجموعه من لي تيسو كيعطينا ensemble des tissus qui atteint organe. عضله ensemble des organes qui appelle organisme. Li huwa jism yqdar ykun hayawan insan nabat ay haja mhem organisme.
Thank you.